السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخصائية التحاليل الطبية هند الديب، وانتم بتتفرجوا على برنامج كيان لاب اونلاين كورسز. اهلا بيكم في اول حلقة من برنامج كيان لاب اونلاين كورسز. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض اول حلقة في كورس التحاليل الطبية المقدم من معمل كيان بالاسكندرية. وان شاء الله في الكورس دوت هنتكلم بالتفصيل عن التحاليل الطبية من اول الديبارتمنتس والانترودكشن والسامبلينج لغاية كل ما يتعلق بالتحاليل الطبية، وارجو ان تستفادوا معايا في هذا الكورس. ناخد الاقسام المختلفة اللي بتكون منها المعمل. لو في معمل كبير هيبقى بيتكون او بينقسم الى عدة يونت، كل يونت بقائمة بذاتها بيبقى فيها الاجهزة اللي بتتم فيها والتحاليل معينة بتتم فيها. لو في معمل صغير بيبقى كل الاقسام موجودة في نفس الغرفة بتاعت المعمل ومقسمة برضو الى يونتس او بورز. الديبارتمنت بتاعت اللاب عندنا كيمستري ديبارتمنت، مريكر بيولوجي ديبارتمنت، مايكروبيولوجي ديبارتمنت، هرمونز ديبارتمنت، اميونولوجي ديبارتمنت. في الكيمستري مثلا ديبارتمنت احنا بنقيس مثلا الشوجر او الدايبيتس ليفل، بنقيس الليفر بروفايل، بنقيس الكيدني بروفايل، بنقيس الالكترولايتس. في الاجهزة اللي بتكون موجودة في القسم دوت اجهزة سواء سيمي اوتوميتد او فولي اوتوميتد. سيمي اوتوميتد بتكون زي مثلا سبكتروفوتومتر بانواعه، والفولي اوتوميتد. في عندنا مثلا قسم الاميونولوجي بيبقى فيه التحاليل الخاصة بالمناعة زي مثلا الاي ان اي، الانتي نيوكلير انتي بودي، الانكا، الاسكا، الاي ام اي، وكل التحاليل اللي بس مثلا التحاليل اس ال اي، الانتي دبل ستراند دي ان اي، كل التحاليل الخاصة بالمناعة. في قسم الهيماتولوجي بيتم فيه عمل السي بي سي اللي هو صورة الدم الكاملة، البروثرومبين تايم، والبي تي تي البارشال ثرومبوبلاستين تايم، والاي اس ار او الارثروسيسيبيليتيشن ريت. وبيبقى في اجهزه زي مثلا الاوتوميتد سي بي سي اللي بيعمل السي بي سي، او بيتعمل فيه مثلا السي بي سي مانوال، او بيتفرج فيه افلام الدم. بيبقى فيه مثلا جهاز خاص بالبروثرومبين تايم، قياس البروثرومبين تايم. بيبقى فيه برضو جهاز الاي اس ار، وكل الحاجات دي باذن الله هناخدها خلال الكورس. قسم مثلا الهرمونز بيتعمل فيه الهرمونز زي مثلا اف اس اتش الفوليكل ستيمولاتينج هرمون، ال ال اتش الليتيال هرمون، البرولاكتين، الثايرويد هرمون زي تي اس 3 والتي 4 والتي اس اتش او فري تي 3 والفري تي 4. تحاليل تانية مثلا زي الكورتيزول، زي الاستروجين، الاسترادايول، التستوستيرون، الدهية والدهية اس، كل ديت ايه هرمونز بتعمل فيه قسم الهرمون. بيبقى فيه جهاز فولي اوتوميتد او جهاز اجهزه لقياس الهرمونز. قسم المايكروبيولوجي اللي بيتم فيه التعامل مع البادي فلويدز او اليورين والستول، اللي اتعمل فيه مزارع الدم او مزارع البادي فلويدز اللي هي الكالتشر. بيبقى فيه خاص فيه، بيبقى موجود فيه الميديا اللي بنشتغل عليها، بيبقى فيه حضان انكيوبيتور، بيبقى فيه مثلا سيفتي كابينت عشان خاطر التعقيم اثناء عمل المزارع، بيبقى فيه الانتيبيوتيك ديسكس. دي معظم الاجهزه اللي بتبقى موجوده في القسم بتاع الميكروبيولوجي. بيبقى فيه طبعا ميكروسكوب علشان خاطر اليورين والاستول، و نشوف الافلام بتاعه الجرام ستين او المزارع او زينرسن ستين او الافلام بتاعه البكتيريا. قسم الموليكولر بيولوجي دوت اللي بيتعمل فيه بيتم فيه تحاليل البي سي ار، وتحاليل البلوتينج، وتحاليل الالكتروفوريسز زي مثلا بنعمل بروتين الكتروفوريسز، بنعمل هيموجلوبين الكتروفوريسز، بنعمل اتش سي في باي بي سي ار، اتش بي في باي اي سي بي سي ار، اتش اي في باي بي سي ار، او الموست كونفيرماتوري تيست للاتش اي في يعني هو البروتين تيست خاصه ويسترن بلوت.
تحاليل كده تقريبا. احنا خدنا معظم الاقسام او الديبارتمنت اللي بتقابلك في داخل المعمل. ارجو انتوا تكونوا استفدتوا الحلقه الصغيره دي، وتعتبر كمقدمه للدخول في مجال التحاليل الطبيه، وان انتوا تتابعوا معايا الحلقات باذن الله هيكون خلالها في شرح عملي ونظري لمعظم انواع التحاليل الطبيه، وان انتوا تشيروا القناه وان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.